يعني التطورات لا زالت على حالها. عمليات القصف المدفعي الآن يعني يشتد على مناطق وسط مدينة خان يونس، حيث تسمع أصوات انفجارات كبيرة وضخمة في تحديدا في محيط حي الكتيبة وحارة الفرة على امتداد شارع جمال عبد الناصر، بالإضافة إلى وسط المدينة حيث نسمع انفجارات كبيرة ومكثفة من قبل المدفعيات الإسرائيلية التي تقوم بعمليات القصف المدفعي على هذه المناطق، بالإضافة إلى الأطراف الشرقية من منطقة الوفية وحي الأمل. هذه المناطق تتعرض هي الأخرى إلى عمليات قصف عنيف من قبل المدفعية الإسرائيلية وأيضا من قبل الطائرات المسيرة التي تقوم من حين إلى آخر بعمليات قصف واستهداف لأماكن مختلفة من هذه المحطة، ما هذه المنطقة وتحديدا في محيط هذه المناطق الأربع التي اشتد القصف عليها في الساعات الأخيرة. الغارة الأخيرة التي نفذتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية بالإضافة إلى المدفعية الإسرائيلية على منطقة حي الأمل تحديدا في محيط مستشفى الأمل وهي من الجهة الشرقية، أدت إلى استشهاد 10 مواطنين بالإضافة إلى إصابة 12 آخرين بجراح، من بين الإصابات إصابات خطيرة. القصف الإسرائيلي استهدف عدد من منازل المواطنين بالقذائف المدفعية، بالإضافة إلى قيام الطائرات المسيرة بإطلاق يعني عدد من القذائف الصاروخية باتجاه هذه المنطقة، مما أوقع عدد كبير من الشهداء. معظم الشهداء الذين سقطوا في هذه الغارة هم نساء وأطفال، وأيضا المصابين هم جميعهم من النساء والأطفال وكبار السن الذين كانوا متواجدين في منازلهم عندما قصفت المدفعية الإسرائيلية والطائرات المسيرة هذه المنطقة، والتي تتعرض يعني منذ أقل من 24 ساعة إلى 3 غارات مميتة ودموية. نحن نتحدث بالأمس في ساعات المساء الأولى من يوم أمس هذه المنطقة تعرضت أيضا إلى سلسلة عنيفة من الغارات القذائف المدفعية، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة وعمليات إطلاق النار من المروحيات الإسرائيلية، مما أدى إلى استشهاد 21 شهيدا، بالإضافة إلى عشرات الإصابات، ومن بين الإصابات أيضا إصابات خطيرة. معظم الإصابات هم من المواطنين النازحين في مستشفى الأمل وهي المستشفى التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الذين كانوا متواجدين داخل هذا المستشفى أو على يعني بالقرب منه. وهذا القصف الإسرائيلي أيضا أدى إلى استشهاد أحد الأطباء وأيضا إصابة عدد من ضباط الإسعاف الذين حاولوا تقديم العلاج الطبي وعمليات انتشال الجرحى من مكان الاستهداف. هذه منطقة خطرة، القصف الإسرائيلي لا يتوقف عن هذه المنطقة، والمستشفى هذه ربما الغارة السابعة أو العاشرة التي يستهدف محيط هذه المستشفى، والمستشفى أيضا في الأيام الأخيرة كان يعني منذ يومين استهداف مباشر لمستشفى الأمل من خلال إطلاق أحد الصواريخ على برج الإرسال التابع للمستشفى، بعلاوة على استهداف المواطنين والنازحين من الأطفال بالطلقات النارية من طائرات الكواد كابتر. وهذا الأمر خلق مخاوف كبيرة لدى النازحين والكوادر الطبية جراء عمليات الاستهداف المباشر للمستشفى ومحيطها، وبالتالي ربما يعني نشهد في الساعات يعني القادمة يعني خروج عدد من النازحين من هذا المكان الذي بات يعني موقعا للاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومن قبل المدفعية الإسرائيلية التي تقوم بقصف هذا المكان من أماكن توغلها في حي الكتيبة ومنطقة المحطة وشارع 5. وأيضا في هذه المناطق تكون يعني المدفعية الإسرائيلية بقصف محيط حي الأمل ومستشفى الأمل أيضا بقذائف المدفعية، بالتزامن مع وجود أيضا اشتباكات عنيفة جدا بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول التقدم يعني عشرات الأمتار باتجاه شارع جمال عبد الناصر، لكن المقاومة والاستهدافات من قبل المقاومين الفلسطينيين على أشدها في هذه المنطقة. وربما منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظة يعني كانت هذه المنطقة يعني هي ونتحدث عن شمال خان يونس، هي هذه المنطقة نقطة توتر شديد جدا ومحور من محاور القتال العنيف جدا في خان يونس، هذا علاوة على محور شرق خان يونس الذي أيضا يشهد
عمليات اشتباكات عنيفة جدا بين المقاتلين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية المدمرة على مناطق بلدة بني سهيلة وعبسان وخزاع. هذه المناطق يوجد بها دمار واسع جدا لمنازل المواطنين والبنية التحتية والمرافق وغيرها من الأماكن. نحن نتحدث عن مسح كامل لمربعات سكنية كاملة في مناطق شرق خان يونس. أيضا المدفعية الإسرائيلية لم تستثني وسط خان يونس، مفترق شارع جلال والسنة وحارة البيوك والشيخ ناصر وأيضا منطقة بطن السمين ومنطقة سوق الحبوب القديم. هذه المناطق هي الأخرى تتعرض إلى عمليات قصف عنيف جدا من قبل المدفعية الإسرائيلية، وأيضا الطائرات المسيرة تقوم باستهداف كل شخص يصل إلى هذه المناطق حتى لو كانت نساء كبار في السن، شيوخ، أطفال، يتم استهدافهم بشكل مباشر كما حدث يوم أمس من استهداف عدد من الأطفال الذين كانوا يسيرون في منطقة كراج رفح وسوق الحب القديم، وأدى ذلك إلى استشهاد يعني عدد من المواطنين وتم نقلهم جميعا إلى مجمع ناصر الطبي. بشكل عام الوضع في خان يونس متوتر جدا، تصعيد واضح وكبير تقوم به الآليات الإسرائيلية وقوات الاحتلال الإسرائيلية في مناطق مختلفة من مدينة خان يونس، تحديدا منطقة حي الأمل ووسط المدينة وحي الكتيبة والمحطة، علاوة على المناطق الشرقية، في ظل انهيار كامل للمنظومة الطبية وللأوضاع الإنسانية التي باتت معقدة هنا في خان يونس، والناس هنا لا يعلمون إلى أي مكان يتجهون وإلى أي وجهة يذهبون. الوضع صعب، كل الأماكن مستهدفة وكل الأحياء والمناطق هي عرضة للاستهداف والقصف الإسرائيلي.